ما غبرني هاي كملوا فنارات أخرى. أنا والله يفضل أني يفضل الموت كان ممتع بلك فيها رحمة ما كان حتى حي تنهر تراحوا. بهذه العبارات استقبلتنا عائلة خالتي حدة القاطنة بحي بني جماعة غربي البليدة، وبهذه الظروف المزرية وجدناها رفقة زوجها يكابدان قساوة الحياة تحت سقف بيت لا يقيهما من قر الشتاء ولا حر الصيف. عندي حتى خدمة، عندي 300 اللي كاعطينها لي، فأنا أعيش ما يبغى ربي كيف ما غرب وراني أعيش كملوا في النارات وخلاص. كان حتى حالة رانا فيها قاع أنا والله راي فضل أني مفضل الموت مشي حالي مفضل الموت كان ممتع بالك فيها رحمة. تخرج هنا البرد في الليل زيد ولي متك شنها سلك العيا قاع هكا نمشي مقابلها هكا خاف لك دري يطيح على الحيط يتحكي ولا تتوسي ولا تخاف هكا نطل غير هكا نشوف لي صحة الشتاء ولا ليلة كان حتى حياة النهار تراحوا. بعدما مررنا بطريق ضيق وبمسافة طويلة بأعالي الحي صادفنا خالتي حدة تحمل برميلين من المياه للتوجه بهما إلى أقرب جار لها قصد تعبئتهما للشرب كون أن بيتها لا يتوفر على الماء الشروب ولا على طعام اليوم بهذه الثلاجة. جي عند الجيران نهار اللي تجي العين نجيب ربعة ولا خمسة هكا كنت نغسل بيهم وندوشوا بيهم جينيش قاع النوم شو من قلت المصروف من قلت السكنة من قلت قلت الصحة من كلش مخصوصين ويه ليه مش كيما هذي ليه شوف بغير الدور هنا يا حوسي لقيت واحد كيما احنا ما حاجة أخرى اللي فيهم الرحمة صالحين أنا طلبة ندرق راسي السكنة واللي عاوني في كشاح معيشة هذه اللي راي دايرها. عائلة تصنف تحت خط الفقر والحرمان تناشد اليوم ذوي القلوب الرحيمة لانتشالها من الأوضاع القاسية وأن تعيش حياة كريمة فيما بقي لفرديهما من عمر كتبه الله لهما.